أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو محافظة اسكندرية، نرحب كلنا مدرسة سيدي جابر للغات. مدارس سيدي جابر للغات تأسست عام 1989، تعد صرحا من الصروح التعليمية بالأسكندرية، وهي تابعة لجمعية سيدي جابر الخيرية. قامت المدرسة بتخريج 19 دفعة، حصلت فيها المدرسة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية. حصلت المدرسة على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. هيمثل مدرسة سيدي جابر في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم يمنى حسام. البنك الأهلي بالاشتراك مع العباقرة بيقوموا بدور عظيم جدا، وهو تطوير المدارس، واحنا فخورين ان احنا جزء من التطوير ده عن طريق الإجابات الصحيحة. بسملة يسري. احنا جهزنا نفسنا لدور ال 16 عن طريق ان احنا نبص في موسوعات اكتر، نزود معلوماتنا اكتر، ونصحح اخطائنا اللي ارتكبناها دور 32، وان شاء الله نكون احسن المره دي. ريتاج محمود. احنا النهارده مش معتمدين على حد، كلنا تيم واحد، حضرنا مع بعض وذاكرنا مع بعض، وزعنا المجالات كويس جدا، وان شاء الله هنعمل ماتش حلو ونشرف مدرستنا. وزين هشام. ان شاء الله النهارده هنزل فقره تحت الضغط، وانا عارفه من المواسم اللي قبل كده انها محتاجه تركيز وسرعه وثبات انفعالي، فانا ان شاء الله هحاول النهارده اجاوب على اكبر عدد من الاسئله الممكنه. سيدي جابر الحمد لله على السلامه. سلام حضرتك. اخبار اسكندريه ايه؟ الحمد لله. جميله. هو طبعا اجمل حاجه في فرقتكم ان انتوا فريق مش بيعتمد على حد، انتوا فريق متكامل، يعني بتكملوا بعض. الماتش اللي فات كل حد جايب نقط، ودي حاجه كويسه جدا. الحمد لله. ريتاج بتشاركي لأول مرة، دي حقيقة. إيه اللي حصل علشان تشاركي؟ إحنا كنا يعني بتاع 10 بنات مثلا اتنقت من المدرسة، فهم البرنامج كانوا طالبين 8، فإحنا قررنا إن إحنا أول مرة 8 هيشاركوا، المرة اللي بعديها 2 تانيين هيبدلوا مع بنات 2 تانيين، فأنتوا بتبدلوا مع بعض. جميل جدا، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا. يمنى بسملة وزينة برحب بيكم وبتمنى لكم كل التوفيق. كلنا نحيي مدرسة سيدي جابر اسكندرية.